حبايبنا من جديد، والحين راح نستقبل معانا ضيوف اعزاء على قلوبنا واللي هم ويانا اليوم فرح و ويانا اليوم فرح وخالد راح يشاركونا في البرنامج. وطبعا اول شيء حابين نسالكم عن مدرستكم وكم عمركم. نبدا ويا فرح. انا فرح، مدرسه الحكمه الدوليه، عندي 13 سنه من جريد 8. وانت يا خالد؟ اسمي خالد ناصر العلي، في مدرسه الحكمه وعمري 9 سنوات. انتم شاركتوا في دوره صح؟ نعم. واللي هي دوره حريه التربيه الاعلامي التربيه الاعلاميه من مركز الدوحه. نعم. لحريه الاعلام، وصفوا لنا شلون كانت الدوره. شنو كان شعوركم فيها؟ كنا ناخذ خبره جديده عشان نشوف ازاي الاعلام، انه ناخذ خبره جديده عن الاعلام، ازاي هنستعمله، ازاي ممكن نشتغل فيه. اخذنا انه زي فكره معينه عن ازاي ممكن نستعمل الاعلام في كذا حاجه. وانت يا خالد؟ كان رائع وجميل ان نستفيد كيف نتعامل مع الكاميرا وكيف نعمل الخبر. زين، بعد هذه الدورة وبعد ما بينون لكم شنو هي الإعلام، شنو في مذيع وصحفي ومخرج، أنت بتكون شنو؟ تبي تكون مذيع ولا صحفي؟ صحفي. صحفي. أنت تحب هالمجال؟ إيه. إذا ما تحس نفسك أن أنت صغير على هالقصة، ولا تحس أن أنت الكبر مو بالعمر، بالعكس الكبر بكبر العقل صح؟ الكبر بكبر العقل. الكبر بكبر العقل صح. يعني انت بتتأسس وانت صغير عشان اذا كبرت تكون صحفي ناجح متفتح صح؟ نعم. وانت يا فرح؟ يعني انا برضو اظن ان انا عايزة ابقى مذيعة او مراسلة، وانا برضو اظن انه الكبر بكبر العقل مش بكبر السن او حاجة وبس. انزين، برايك يعني الدورة اعطتك خبرات جديدة يعني ما كنت تعرفينها من قبل؟ طبعا ادت لنا حاجات كتير، انه انا تفتحت على حاجات كتيرة انا ما كنتش عارفة عنها من قبل. في صفة في الإعلام اسمها النقد البناء، تعرفتوا عليها؟ أن أنتم شلون تنقدون هذا الشيء؟ شلون تشوفون هذا العمل ناجح مو بناجح؟ شنو الأخطاء اللي أثرت على هذا البرنامج؟ شفتوها؟ لا لسه ما شفتيها. زين، عند يعني أنت متشوقة أن أنت تشوفينها؟ يعني طبعًا عندك استعداد؟ أيوه طبعًا. يعني أنت يعني تبين بسرعة بسرعة أتي هذه الدورة وأتي مرة ثانية عشان أنت تشوفينها؟ بالضبط. أيوه. يلا قبل أن نواصل حديثنا معكم أصدقائي ضيوفنا، خلونا ناخذ الحين فكرة عن برنامج التربية الإعلامية. خلونا نطلع تقرير ونرجع لكم. يوميا ولحظة بلحظة نكون على تواصل مع وسائل الإعلام من تلفزيون وإنترنت وغيرها أيضا، واللي شغل هذه الوسائل هم المذيعين والمخرجين والصحفيين أيضا. نحن اليوم نتلقى هذه المواد والمعلومات الإعلامية، لكن في المستقبل نحن سنكون جزءا من صناع هذه المعلومات الإعلامية والأفلام، لذلك نحن هنا. مركز الدوحة لحرية الإعلام ومن خلال البرنامج التربية الإعلامية يستضيف اليوم العديد من الطلاب من مختلف المدارس اللي عندهم الموهبة والطموح في المجال الإعلامي ليصقل موهبتهم. سنلتقي اليوم مع بعض الطلاب المشاركين في البرنامج لنتطلع على آرائهم حول مشاركتهم في برنامج التربية الإعلامية. نتعرف عليك؟ اسمي لقاء وصفي. شنو استفدتي من الدورة؟ استفدت أشياء كثير، فأعطتني بعض التوعية عن هذه الدورة وشجعتني على أن أصبح إعلامية مشهورة. إنزين، طموحك في المستقبل في مجال الإعلام؟ أن أصبح إعلامية توعي الناس مثل ما هم وعون الآن، وأن أقيم بعض الدورات لتوعية الناشئين والمبتدئين. إنزين، حق أصدقائنا اللي قاعدين يشوفونا عبر الشاشة، شنو حابة تقولين لهم إن يجون الدورة؟ تنصحينهم؟ شنو نصيحتك حقهم؟ إنهم يجوا هاي الدورة وإنهم يكونوا إعلاميين، لأنه هاي يعني إنه الإعلام بيفيدكم كثير في حياتكم. شنو بالضبط المجال اللي أنت حابة إنك تدشينه؟ المجال اللي أنا حابة إني أدشه هو الإعلام.
يعني مذيعة، صحفية، مصورة؟ مذيعة. اسمي فهد أطهر. شنو استفدت من الدورة؟ استفدت كثيرا، المدرسة رشحوني وأن أطلع مع حرية الإعلام، طلعت مع حرية الإعلام واستفدت كثير من الدورة، أن نقل الأخبار من هنا لهناك، بس بالصدق مش الكذب. زين، شنو طموحك في مجال الإعلام؟ يعني شنو ناوي أن خطوتك المستقبلية شنو راح تسوي في مجال الإعلام؟ يعني مصور أو يعني صحافي، يعني أكتب واحد يعني أنشر الأخبار بس. زين، يمكن تصير معنا مذيع؟ إن شاء الله. نقول إن شاء الله؟ إن شاء الله. من مدرسة الفلاح الصف السادس. شنو طموحك في مجال الإعلام؟ طموحي في مجال الإعلام إني أكون مذيعة وأفيد الناس بعلمي، وإن شاء الله يعني راح يحصل إن شاء الله بإذن الله. زين، شو استفدتي من هذه الدورة؟ هذه الدورة استفدت منها كثير، استفدت إني أخذت كثير من المعلومات عن الإعلام، ومفيد شلون الإعلام مفيد، شلون أصير صحفية ممتازة، شلون أكتب مقالات وأعبر عن رأيي بحرية، شلون أعرف إن الإعلانات الصادقة من الإعلانات اللي مو صادقة اللي هي الكاذبة، شلون أعرف الأخبار الصادقة من الأخبار الكاذبة، تعلمت شلون أقول الأخبار الغريبة اللي تجذب انتباه المشاهدين. بتعرف عليك؟ أحمد جمعة، مدرسة المسيعيد. شلون جت هذه الدورة؟ كانت دورة يعني مفيدة جدا، وكانت تفيد أي إنسان أنه يكون إعلامي. زين، شو استفدت منها؟ أنا استفدت كيف أكتب منشورات صحيحة، واستفدت أيضا أن الصحفي ما يراعي، بعض الصحفيين يراعون الكذب، لكن هذه المفروض أن بعض أكثر الصحفي الحقيقي ما يراعي الكذب في منشوراته. عبد الرحمن محمد بشير، مدرسة اللحنة في القيس. شنو استفدت من هذه الدورة؟ إن مو بكل البلدان إن عليهم إن رقابتها، يعني مو بكلهم حرة، إن بعضهم محرة بعضهم عليهم رقابة قوية. يعني لوين حاب توصل في مجال الإعلام؟ يعني مصور، يعني اشتغل في الإعلام. أي طفل حابب إنه ينمي مواهبه الإعلامية سواء مذيع أو مصور أو مخرج أو معد، المركز مفتوح وبرحب فيكم. عدنا إليكم أصدقائي الأطفال بعد أن أخذنا فكرة جميلة عن برنامج التربية الإعلامية، وراح نتابع التعرف أكثر على هذا البرنامج من خلال تكملة حديثنا مع ضيفينا فرح وخالد. فرح، شلون دخلتي برنامج التربية الإعلامية؟ أنا تم ترشيحي من مدرستي لأنهم أخذوا بالي أن أنا مهتمة أن أنا أبقى حاجة في جزء من الإعلام، أو لأنه أنا كمان بحب أشارك في الحاجات دي كتير، أنه أنا كذا مرة أنه أقدم إن أنا عايزة أروح حاجة زي دي. زين، عارفيننا أكثر عن هالبرنامج، شنو هالبرنامج؟ البرنامج كان بيدي فكرة توضيحية كبيرة جداً عن الإعلام، إزاي هو الإعلام معمول، إيه اللي لازم نستعمله عشان نبقى إعلاميين ناجحين، كيفية الاستفادة، إنه إزاي الواحد يبقى إعلامي كويس، بس مش أكثر، إنه هي حاجة كبيرة يعني بالنسبة لنا، حاجة استفدنا منها كتير. زين خالد، كم يوم كانت الدورة؟ كان يوم واحد أو يومين؟ يومين. أظن تظن أنها كانت اليومين كافية أن تعطيكم معلومات، يعني خلاص عرفت وايد عن الإعلام، ولا كنت يعني محتاج بعد دورات عشان تعرف أكثر عن الإعلام؟ لا، نحتاج بعد دورات عشان نعرف أكثر. عشان تعرف أكثر، يعني أنت حاب بعد تأخذ دورات أكثر عشان تعرف أكثر عن مجال الإعلام؟ نعم.
إنزين فرح، أنت كانت الدورات كافية بالنسبة لك؟ لا أنا تقريبا محتاجة أكتر، إنه لازم كمان نفتح أكتر عن الموضوع. لازم أكتر يعني، لازم شوية تدريب صح أكثر. حل الواحد إنه يكون عنده طموح إنه يعرف أكثر عن مجال حابه. هالشيء وايد عجبني فيك فرح. إنزين شنو مواصفات المذيع الناجح؟ لغة عربية. إنك حابة إنك تكون مذيعة. طبعا أنا أظن إنه اللغة العربية لازم تبقى كويسة جدا، لازم السرعة البديهية. أكيد هاي أهم شيء. أيوة طبعا. لازم يكون جاهز لأي مشكلة تبقى تراقبه. الضحكة، إزاي التقديم، مش أكثر بس. زين خالد، لوين حاب توصل في الإعلام؟ شنو طموحك في الإعلام؟ كن صحفي. صحفي. زين صحفي تكتب شنو؟ أخبار؟ أخبار. أخبار. زين أنت تحب هالمجال قلت لي صح؟ نعم. يعني أنت متابع هالمجال؟ نعم. زين من الصحفي الناجح وجهة نظرك اللي انت تشوفها قدوة لك تتابع اخباره تقتدي فيه؟ في كثير. ما حد يعني انت انزين برايك المذيع لازم يكون عنده ثقافه او الصحفي بما ان انت بتكون صحفي، الصحفي لازم يكون مثقف، لازم يكون عنده ثقافه كافيه؟ نعم. نعم. انزين انت ثقافتك كافيه ولا تحس ان انت بعد تبي تنمي ثقافتك؟ بعد تبي تنميها؟ نعم. زين شلون راح تنميها؟ انت تشوف برايك انه من خلال الدورات؟ من خلال الدورات. وانت يا فرح؟ انا اظن انه من خلال الدورات، من خلال القرايه، المدرسه، لازم انه حتى ناخد شويه مساعده من الاهالي طبعا. الثقافه، انه نثقف اكثر. يعني الدورات اللي عندك تحسين انها كافيه ولا بعد تبين تكملين، بعد تبين تاخذين دورات اكثر؟ لا طبعا لازم ناخذ دورات اكثر. يعني انت تبين تكونين توب؟ ايوه. تبين يعني انت تبين تخلصين كل شيء؟ ايوه بالضبط. زين ايش تبين تقولين حق الاطفال اللي يطلعوننا الحين من خلال الشاشه ويقولون لك احنا نبي نشتغل في الاعلام شلون؟ انا اظن انهم لازم يقروا كثير طبعا، يستفيدوا من الخبرات اللي قبليهم، يتثقفوا انه كثير، وبس انه لازم كمان يحافظ على الضحكه قدام الناس مش اكثر. طبعا نشكركم ونتمنى لكم مستقبل زاهر في مجال الاعلام وحتى المجالات الثانيه، اي مجال انت حابينه، وان شاء الله نشوفكم يعني في المستقبل نجوم معروفين ونقول ان احنا قابلناكم ويانا في برنامج هلا حبايبنا. كلمه اخيره حابين انكم توصلونها؟ ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام، و انه يعني اظن ان انا هبقى ان شاء الله اعلاميه في المستقبل، ولكل الاطفال اللي بره انه عايزين يبقوا اعلاميين في المستقبل ياخدوا بنصيحتي اذا لو حبوا وبس. ومركز الدوحه لحريات الاعلام تبين تشكرينا؟ ايوه طبعا اشكرك كثير، واظن ان احنا لازم برضه نروح ناخد دورات اكثر وخلاص. وانت يا خالد حاب تشكر من؟ حاب توجه كلمه حق من؟ عندك الكاميرا وقول اللي تبي. اشكر الموزعين اللي صورونا وهاي، وتشكر المركز بعد. أيه. وكل اللي ساعدوك. أيه. والمدرسين. أيه. زين وفي ناس انت نسيتهم اللي هم امك وابوك، تشكرهم ولا لا؟ شكرا كثير كثير. طبعا احنا لو كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه نقول لهم شكرا ما راح نوفيهم حقهم. زين شكرا لكم، نتمنى لكم مستقبل سعيد، وان شاء الله تكونون نجوم مثل ما قالت كندا، تكونون نجوم عالميين ان شاء الله في مجال الاعلام.